ايه كده ميتة يا كولاي لف الاستريتش ما تلفش احمد يلا بسرعه حرك الشباب بس لف بقى لف الاستريتش يا ميتة رايلات الصورة ما عدتش واضحة يا نبي بس كل الناس اللي جيت تشكلها كل واحد واقف على المكسور يفوق جاهز وتشكل عشان نخلص الحسن لف يا احمد نعم ميتة رايلات شرحها يا بيه